السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أفلام شانيل. أرجو من إخوان متابعين اللي ما اشترك في القناة يشترك، واللي عجبوا الفيديو يدير لنا لايك وتعليق. شكرا لكم. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا فيه كيفاش يمكن لنا نفعلوا ميزة التعليقات. هناك بعض القنوات اللي كيكونوا هناك بعض القنوات اللي كينشروا شي فيديوهات، وبعض الاحيان كنلقاو بان ميزه التعليقات ما نفعلهاش، يعني كيمكن لك المشاهد كيدير لايك والتعليق ما كيلقى كيفاش يدير ليه، لان تتكون ميزه التعليقات غير مفعله. فاول حاجه وقبل كل شيء كنمشيو للقناه ديالنا، كندخلوا استوديو يوتيوب، وكنمشيو المحتوى ديال القناة اللي فيه لائحة الفيديوهات. كنشوفوا الفيديو اللي فيه خاصية التعليق غير مفعلة، وكنمشيو للتفاصيل ديال الفيديو. مثلا هذا الفيديو كندخلوا للتفاصيل ديالو، لهذا اللي هو ترمزوا ليه بهذا القلم، اللي هي هادو هما التفاصيل ديالو. كندخلو كنزلو لتحت، هناك جميع الخيارات اللي كنا عملنا باش فاش بنا نصايبو الفيديو. كنزلو لتحت كنجيو لهاد عرض المزيد من الخيارات، كنكليكو عليها، كتعطينا مزيد من الخيارات. كنزلو الأسفل، وهنا كنلقاو الخيارات اللي درنا بالنسبة للفيديو ديالنا. فكنمشيو لهذا مستوى عرض التعليقات، كندخلو لهذا السهم ديال الخيارات، كنلقاو السماح بكل التعليقات. إلا ما كانش مفعلة تتكون عندنا إيقاف التعليقات، ممكن الا بغينا نفعلوها كنطلعوا للسماح بكل التعليقات، كنكليكو عليها كنفعلوها، وكنسدوا هذه القائمه، وكنجيو لهذا الترتيب حسب التعليقات. كنجيو كنديروا لهذا السهم ديالها عفوا، كنجيو لهذا السهم ديال الخيارات تاع الترتيب ديال التعليقات، كنلقاو فيه جوج ديال الخيارات اللي هما اهم التعليقات ولا احدث التعليقات، يعني كيترتب على حسب اما الاهميه التعليق او احدث التعليق. كنديرو حنا احدث التعليقات باش كيعطينا ديما الجديد، وكنعرفوا التعليقات الجديده اللي توصلنا بها على الفيديو. وكنرجعوا كنجيو لهنا كنلقاو هاد حفظ كنكليكيو عليها باش نسميتو نسوفغاردي ونحفظوا هاد التغييرات اللي قمنا بها، التغيير اللي قمنا به. الامر راه سهل. من بعد كنمشيو للفيديو ديالنا، وكنلقاو بانه ميزة التعليقات تفعلات، يعني كيولي ممكن لنا اننا نتصلوا بجميع التعليقات اللي عندنا، جميع التعليقات اللي داروا المشاهدين على الفيديو ديالنا. دون المسألة راه سهلة. نشوفو نديرو شي طليلة على الفيديو، عندي النت شوية تقيل شوية. كنزلو كنلقاو الميزة تاع التعليقات، كنلقاوهم فاعلين،
كنقراو راسنا متصلين بالتعليقات هاهما. غادي تسمحوا لي غادي نحبس هاد لاباج هادي لانه الى دخلت القناه ديالي كتسمى بحال كندير انا قراءه القناه ديالي الفيديو ديالي، يعني كتولي نقرات غير شرعيه، انا نخرج منها بهكذا. كنكونوا فعلنا ميزات التعليقات بالنسبه للفيديو، يمكننا نقوم به الفيديوهات كلهم اللي عندنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، اللي ما اشتركش يشترك في القناه باش تشجعونا نستمروا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.